تفتكر ممكن يجي علينا اليوم وننزل الفرن ما نلاقيش عيش؟ تخيل كده نزل الصبح تجيب فطارك واهم شيء في الفطار رغيف العيش مش موجود. ازمه كبيره في العيش وفي القمح في البلد كلها. هل فكرت في يوم ان حاجه زي كده ممكن تحصل؟ للاسف في ايامنا اللي احنا عايشينها حاليا دي السيناريو ده ممكن يتحقق، وخصوصا ان مصر ما شاء الله اكبر مستورد للقمح في العالم بما يعادل حوالي 10 مليون طن قمح سنويا. تخيل بقى ان 25% من الكميه دي ده لو ما كانش اكتر مهدد انه يتقطع تماما وما يبقاش موجود. طب محمد ايه السبب اللي خلاك تقول حاجه زي كده؟ ما الدنيا ماشيه تمامه. والسبب يا صديقي اللي بيحصل حاليا على الحدود الروسيه الاوكرانيه، الازمه اللي العالم كله ماسك في بطلونه بسببها، وحركه واحده بس غلط الاقتصاد العالمي هيقع. يا عم انت مكبر الموضوع ليه؟ احنا مالنا باللي بيحصل في روسيا واوكرانيا؟ خلي بالك انت صدعتنا بالحوار ده، شكلك مش لاقي حاجه تتكلم فيها. والله يا صاحبي مشكلتك انك ماشي بمبدا طول ما الحريقه بعيد عن دارنا مالناش دعوه. في العالم اللي انت عايش فيه حاليا اللي بيحصل في ولايه زي تكساس او في جزيره زي تايوان بيأثر على حياه الناس اللي عايشه في بحمص مثلا، مع احترامي يعني انا بدي مثال بس، لان الاقتصاد العالمي حاليا داخل في بعضه زيه زي طبق الكشري بالظبط. هل هتعرف تفصل الرز عن العدس في طبق الكشري؟ ونفس الكلام ده بالظبط، ما ينفعش تفصل اللي بيحصل على الحدود الروسيه الاوكرانيه باللي بيحصل عندنا هنا في مصر، وبالذات في صادرات القمح. يعني لو جينا نبص على التقرير اللي قدامك ده واللي هتلاقيه في المصادر تحت، وهتلاقي من اول يناير لحد اغسطس 2020 مصر استوردت حوالي 6.6 مليون طن قمح. المشكله مش هنا، المشكله ان 51% من الكميه دي من روسيا، و26% من الكميه دي من اوكرانيا. يعني بالصلاه على النبي 73% من كميه الصادرات دي مهدده انها تتقطع في اي لحظه. اتكلمنا كتير قبل كده عن حوار روسيا واوكرانيا، خلينا بقى نركز اكتر النهارده على تاثيرات الازمه زي دي في دوله بعيد تماما جغرافيا زي مصر مثلا، وازاي حدث بعيد عننا ممكن ياثر علينا بشكل غير مباشر وتاثيره هيكون كبير، وايه علاقه ده باسعار النفط اللي عماله تطلع بشكل مبالغ فيه. وخلينا نتعمق اكتر في ملف استيراد وتخزين الغله في مصر، وايه هي المشاكل اللي جواه، وايه هي خطه الدوله لمواجهه المشاكل دي لانها مشاكل كبيره جدا. حلقه النهارده مش كبيره قوي ولكن فيها شويه معلومات حلوه ولذيذه، فمش هوصيك لايك على فيسبوك، اشتراك لو على يوتيوب، ولو انت على فيسبوك هتلاقي لينك القناه في اول كومنت، اعمل اشتراك كده يعني. وحابين نقول ان الحلقه دي برعايه منصه ايفست للتداول اللي بتدي فرصه للمتداولين والمستثمرين ان هم يتداولوا على اسهم شركات زي تسلا وامازون مثلا، او سلع زي النفط والذهب والفضه، او تداول على العملات الاجنبيه وحتى الرقميه زي البيتكوين. ولو سجلت من الرابط دلوقتي هتاخد بونص 50% على اول ايداع تعمله. كل الروابط بتاعتهم موجوده في الديسكربشن او في اول تعليق لو انت على فيسبوك. انا محمد خالد رواد جرا انجليزي، وقهوتك وحصان. لو جينا نبص على شكل العالم حاليا هنلاقي مجموعه من الازمات بتهدد اقتصاد العالم حاليا، وابسط مثال على كده هو اسعار النفط او البترول. وقت تصوير الحلقه دي سعر برميل النفط لخام برنت وصل 93 دولار و60 سنت، واحنا هنا لما بنقول وقت تصوير الحلقه ده معناته ان هو ممكن يكون حقق يعني الارقام اعلى بعد كده، ودي تعتبر اسعار فلكيه. عشان تكون فاهم بس، وان في محللين متوقعين ان سعر برميل النفط لخام برنت يكسر ال100 دولار. طب محمد هو سعر البترول ده بيأثر ازاي، وايه علاقته بحوار روسيا واوكرانيا؟ اكيد يا صديقي مش محتاج اقول لك اهميه البترول في الاقتصاد العالمي، هو حرفيا البنزين اللي بيمشي عجله الاقتصاد، مصدر الطاقه الاساسي في العالم كله، واللي تقريبا كل شيء مرتبط بيه. فاول ما بتلاقي اهتزاز في الاسعار او حتى الاسعار بتعلى تعرف ان في ازمه، زي اللي بيحصل حاليا في امريكا. المشاكل اللي في امريكا كتير، زي مشاكل اسعار النفط والبترول اللي عماله تعلى، واسعار الايجارات اللي في السماء، وطبعا مشاكل في الرعايه الصحيه، دي ده بند تاني لوحده. وهنا حابين ننوه على حاجه بسيطه، امريكا دوله كبيره جدا وواسعه جدا، فالازمه اللي احنا بنتكلم عليها دي مش مغطيه ال50 ولايه كلها بالشكل اللي احنا بنقوله ده. يعني واحده من الولايات اللي بتعاني بشكل كبير جدا من حوار الازمات بتاع الايجارات ده هي ولايه زي نيويورك مثلا، لان العرض والطلب فيها عالي، لكن على عكس ولايات تانية زي ميتشيغان او ديترويت ما فيهاش يعني طلب كتير وما فيهاش ازمه من النوع ده يعتبر. وده بيتاثر بعدد السكان والجغرافيا والمساحه واللازم منه حاجات كده مالناش دعوه بيها، ولكن في الحالتين كل ده بيشكل ضغط على الاداره الامريكيه، والاقتصاد الامريكي كله بيعاني بسبب حوار ارتفاع اسعار النفط ده، لان ارتفاع اسعار النفط بيعمل مشاكل في طرق النقل وبيعمل ازمه في النقل عموما، ومشاكل النقل بيطلع منها مشاكل في سلاسل التوريد والانتاج، وبتخلق فجوه بين المورد او المصنع وبين المستهلك، وده اللي بعد كده برضه بيرفع سعر السلعه، مع ان نفس السلعه دي ممكن ما يكونش فيها اي مشاكل في الانتاج يعتبر، ولكن المشكله هنا في الشحن او وصول السلعه دي من المورد للمستهلك في السوق بتاعه، ويبقى صعب تلبيه احتياج السوق بسبب ان مفيش طرق شحن تاخد البضاعه من المورد اللي هي عنده بالكوم، ومش قادر حتى ينتج تاني للمستهلك اللي بيعاني من ارتفاع السلعه دي لان هي مش موجوده في السوق لان هي اصلا ما جاتش من المورد. وده كله معتمد في الاساس على اساطيل الشحن العملاقه من السفن والتريلات والطيارات، وكل ده بيشتغل من الوقود اللي بيطلع اصلا من البترول. واخد بالك هنا مش شكل سعر البترول مؤثر ازاي على الاقتصاد العالمي؟ قلت لك يا صديقي الاقتصاد ده شبه طبق الكشري بالظبط، لان برضو اللي بيحصل بين روسيا واوكرانيا بيأثر برضو على سعر برميل النفط. اشمعنى بقى؟ والاجابه عند روسيا، روسيا اللي رفعت انتاجها عشان يوصل ل 10 مليون برميل نفط في اليوم الواحد، رقم كبير جدا لو جيت تقارنه بالانتاج العالمي للنفط اليومي اللي بيطلع حوالي 80 مليون برميل في اليوم. روسيا لوحدها بتنتج ثمن الانتاج العالمي من النفط يوميا، وتعتبر ثالث اكبر دوله في الانتاج بعد امريكا والسعوديه. وهنا بقى تيجي المشكله.
مشكلة. روسيا تالت أكبر دولة في إنتاج النفط عاملة قلق ومشاكل كتير جدا، وعمالة تحشد جنود على الحدود وناوية تعمل عوض. والموضوع مش مجرد هزار، بوتين عايز يوضح للعالم كله إنه ما بيهزرش في حوار أوكرانيا ده، وده له أسباب ممكن نتكلم فيها بعدين. ونيجي بقى لأهم جزء، طب لو بوتين طلع ما بيهزرش وعملها بجد، إيه اللي هيحصل؟ من اللي قلناه ده بقى أكيد عندك علم بشكل التأثير الروسي على الإنتاج العالمي للنفط والاقتصاد بالتبعية عامل إزاي. وكل ده إحنا بنتكلم على النفط بس، ما اتكلمناش على الغاز الطبيعي اللي إن شاء الله ده يتفرد له حلقة لوحده بإذن الله يعني. وطبعا حركة زي كده من بوتين محتاجة رد فعل قوي من القوى الغربية، وهو الرد الفعل ده عزل روسيا تماما، بمعنى إنك هتفرض عقوبات على كل ما هو روسي من أول الألم الجاف ولحد المقاتلات والوقود النووي الخام زي اليورانيوم وبما في ذلك النفط. وهنا لنا وقفة صعبة، أنت عارف إن أنت تتخلى عن روسيا، أنت بتاخد ثمن الإنتاج العالمي من النفط بتتخلى عنه وبترميه في هواء كده، وبالنسبة للسوق العالمي أنت كده هتعمل فجوة ضخمة بين العرض والطلب. حتى لو كل دول العالم من أول أمريكا ودول الخليج من أول السعودية ولحد الكويت رفعت إنتاجها للماكس، برضه مش هيكفوا الإنتاج الروسي. ولما بنقول عقوبات يبقى ده بيشمل كل شيء روسي بما في ذلك ملف القمح وصادرات القمح والغلة اللي إحنا بنعتمد عليه بشكل كبير جدا إحنا ودول كتير، ولكن في مصر الموضوع هيبقى كارثة. لأن أنت هنا المشكلة مش هتبقى من أوكرانيا بس ولا من روسيا بس، المشكلة تبقى من الاثنين، إنك لا تعرف لا الطول دي ولا الطول دي، لأن الاثنين اتقشوا في بعض. يعني مش محتاجين نوضح قد إيه حجم الكارثة دي. وعايزين بس نوضح للإخوة المتابعين من الدول العربية أهمية القمح والغلة لينا إحنا كمصريين اللي بنعتمد عليها كغذاء أساسي. وحسب وزارة التموين فاستهلاك الفرد الواحد لمصر في السنة من القمح حوالي 182 كيلو، يعني إحنا محتاجين 4 شكائر قمح لكل مواطن في السنة الواحدة، اللي هو أنت محتاج فوق الأرداب لكل نفر. وهنا خلينا نبص أكتر على ملف غلال القمح اللي موجودة في مصر، وإيه هي المشاكل اللي بتواجه الملف ده واللي تعتبر بتسبب أزمة كبيرة على الأمن الغذائي المصري اللي يعتبر بيعاني من زمان. الاستهلاك الحالي لمصر سنويا حوالي 18 مليون طن قمح سنويا، من 9 ل 10 مليون طن قمح بيتم زراعتهم محليا هنا على مساحة أراضي حوالي 3.6 مليون فدان، وباقي الكمية حوالي 8 أو 9 مليون بيتم استيرادهم من الخارج، ومتوقع إن النسبة دي تزيد بسبب زيادة الاستهلاك المحلي اللي ممكن يوصل لحوالي 20 مليون طن قمح سنويا. يعني بالأرقام وحسب معهد الزراعات الحقلية لوزارة الزراعة إحنا بننتج حوالي 55% من احتياجنا من القمح. ولكن المشكلة هنا مش في الإنتاج على قد ما هي في التخزين، لأن مشكلتنا من زمان ما كانتش في الإنتاج المحلي أو في الاستيراد، المشكلة إنك تحافظ على الإنتاج ده وتخزنه صح وتبعد عنه أقل نسبة من الهدر. من 2009 ولحد 2013 صوامع الغلة في مصر كانت بتكفي الاحتياطي الاستراتيجي الاستهلاكي في مصر حوالي لمدة 4 شهور بس، ودي تعتبر كارثة لأنك أنت بتستورد أكتر من مرة في السنة، لأنك هنا بتستورد على قد المساحة اللي تقدر تخزنها، واللي كان يعتبر مشكلة كبيرة جدا. إحنا دلوقتي عندنا مشكلة، الحكومة اتصرفت معاها إزاي؟ والحل كان في المشروع القومي للصوامع اللي بدأ من أول 2015. من أول السنة دي ضخت الدولة استثمارات بحوالي 1.8 مليار دولار في المشروع ككل، واللي كان الهدف منه إنشاء صوامع معدنية حديثة اللي هي متطورة اللي فيها تكنولوجيا عالية دي، بدل الصوامع القديمة اللي تعتبر في منها صوامع ترابية، لأن في أكتر من نوع من الصوامع. الصوامع الترابية دي كانت نسبة الهدر فيها ممكن توصل ل 20% من المحصول المتخزن فيها، أنت متخيل معايا؟ وتم إنشاء من 2015 ولحد دلوقتي حوالي أكتر من 30 صومعة، وده غير الاحتياطي اللي تحت إيد الشركة القابضة للصوامع والتخزين اللي ارتفع من 700 ألف طن في 2014 ولحد 2.1 مليون طن في 2020، عشان توصل إجمالي الطاقة التخزينية للقمح في مصر حوالي 4 مليون طن قمح. وده يعتبر تقدم بسيط لأن المشروع يعتبر لسه شغال، لأن بجانب ال 30 صومعة اللي اتعملوا دول إحنا محتاجين كمان 44 تانية، وده بهدف إن مصر تكفي احتياجها الاستراتيجي لمدة 9 شهور قدام، وده اللي هيحافظ على الأمن الغذائي للبلد كله. فكرة المشروع هنا مش هدفها زيادة الطاقة الاستيعابية على قد ما هي تقليل الهدر اللي وصلت من 20% لأقل من 10% في الصوامع الحديثة المعدنية دي، وده بسبب التكنولوجيا الجديدة اللي اتعملت في الصوامع دي، واللي أنا ليا معاها تجربة شخصية لأن أنا حضرت واحدة من افتتاح لواحدة من الصوامع دي الأحدث في مصر وقتها، كان الكلام ده في 2020، وكانت صومعة غلال بتشيل 90 ألف طن موجودة في برج العرب. هي تعتبر من أحدث الحاجات اللي تم إنتاجها مؤخرا في مصر واللي مبنية على نفس المعمارية التكنولوجية اللي معمول عليها الصوامع الأمريكية الحديثة. الطاقة القصوى للتخزين في الصومعة دي 90 ألف طن متقسمين على 18 خلية، كل خلية بتشيل 5000 طن. الميزة هنا إن الصومعة بالحجم الكبير ده بيتم التحكم فيها من خلال غرفة تحكم واحدة بيديرها شخص أو اتنين بكتير قوي، شخص أو اتنين بيتحكموا في أكتر من 90 ألف طن من القمح، وده اللي بيضمن إن الغلة ما تتلمس من أي عنصر بشري، من أول ما عربية الغلة تفضي الغلة في الشبكات الكبيرة وتتنخل وتتبعت لحد الصومعة أو وحدة التخزين ولحد ما تطلع تاني للمطاحن بتاعتها. وفي الصومعة الحديثة دي بيتم التحكم في درجة الحرارة والرطوبة وكل شيء علشان يقللوا أقل نسبة من الهدر اللي تكاد تكون قليلة جدا. طب هنا يحصل مشكلة، طب احنا لو عرفنا ان في حشرة او سوسة موجودة في القمح وممكن تفسده هيتصرفوا معاها ازاي؟ ما انت بتقولي مفيش ايد بشرية بتقدر توصل للمحصول. السؤال الصح هنا هم هيعرفوا ازاي وسط الكمية الكبيرة دي ان هيكون في سوسة او حشرة ممكن تبوظ خلايا من خلايا القمح اللي موجودة جوه، وده بيتم من خلال الحساسات وكشافات الحرارة اللي متوصلة على شاشات وبتوديها لغرفة التحكم.
واللي بتقول لك ان انت عندك مثلا حشره او دوده او ايا كان في صومعه او في وحده تخزين الوحدات او الخلايا دي. وهنا التعامل معاها بيكون عادي جدا، انك بتبعت حبايه او فوار بتعرف تفور بيها الحشره دي بدون ما تاثر على المحصول. وهنا احنا بنحكي الموضوع ببساطه، هو في فنيات كتير يعني اهلها اعلم بيها، احنا بس بنوضح الموضوع مع بعض. وطبعا مش محتاج اقول ان كل الشرح ده اتقال لي من مدير الصومعه نفسه، مش جايب كلام من عندي. من خلال كل اللي احنا قلناه ده عرفنا ان احنا عندنا ازمه كبيره في حوار القمح، والحمد لله الحكومه نوعا ما بتعرف تتصرف معاها، ولكن ده ما يمنعش ان المشكله ما زالت موجوده وحلها هياخد وقت طويل مش قليل، وخصوصا مع زياده الاستهلاك والازمات العالميه اللي جايه واحده في الثانيه دي. طب محمد انت كده قصدك ان مفيش هدر بيحصل في القمح خالص؟ مفيش حاجه اسمها مفيش هدر، كل دول العالم بيكون عندها هدر في المحصول ايا كان، ولكن طبعا النسب بتختلف وبتكون قليله جدا. ولكن الصوامع الحديثه دي حلت مشاكل الهدر جوه الصومعه، والنسب اللي بتحصل دلوقتي في الهدر بتيجي من خلال عمليه الحصاد بتاعه الغله نفسها ونقلها لحد الصوامع. بجانب كده الدوله بتستهدف ان هي تزود المساحه المزروعه من اراضي القمح بحيث ان هي تزود الانتاج من 9 مليون ل 12 مليون طن قمح، وده في المرحله الجايه، وده مش على حساب محاصيل ثانيه زي الرز او الفول، ده هيكون من خلال استصلاح اراضي جديده للزراعه تزود رقعه المساحه المزروعه في مصر عموما. وده كده يعتبر ملف القمح في مصر وصوامع الغلال وتاثير النفط والازمه الاوكرانيه عليه عامل ازاي. ولكن بجانب النفط احنا ما اتكلمناش على حاجه مهمه جدا وحيويه جدا الا وهي الغاز الطبيعي، الغاز اللي يعتبر وقود القاره الاوروبيه اللي هو حرفيا بيحركها، واللي من غيره اوروبا كلها تتجمد وما تعرفش تتحرك. ايه بقى حوار الغاز الطبيعي ده وايه اللي بيحصل حاليا في اوروبا بسبب ازمه الغاز؟ لان الامدادات الاوروبيه اللي بتيجي من الغاز الطبيعي كلها بتيجي من روسيا. هل الاوروبيين هيقدروا يتخلوا عن الغاز الروسي؟ وايه علاقه جو بايدن في الحوار ده؟ وايه علاقتنا احنا برده كمصريين بالموضوع ده؟ لان احنا برده لينا فيه ايد، وده اللي ان شاء الله هنقوله في الحلقه الجايه. فتاكد ان انت عامل اشتراك او لايك للصفحه ايا كان انت قاعد فين يعني، ومش هوصيك بقى لايك سبسكرايب، الحاجات دي بتفرق معانا قوي، وعشان تشوف الفيديوهات الجايه اول باول برده. ولو حابب تتداول في منصه ايفست فاللينك اللي تحت لو سجلت منه هتاخد بونص 50% على اول ايداع. وبس كده، سلام.